ما الذي جعل كوريا تنقسم إلى واحدة شمالية وأخرى جنوبية؟ هل سبق لك وتساءلت لماذا توجد هناك كوريا شمالية وأخرى جنوبية؟ وهل سبق لك وتساءلت ما الذي حدث لكوريا فجعلها تنقسم إلى كوريتين مثلا؟ تماما مثل جميع التغييرات الجيوسياسية في العالم، كان انقسام الكوريتين نتيجة حتمية لصراع وحرب، حيث اندلعت الحرب الكورية سنة 1950 ووضعت أوزارها سنة 1953. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحرب الكورية لم تكن السبب في انقسام كوريا في الواقع، بل أن كل ما فعلته الحرب هو أنها جعلت الانقسام دائما ولا رجعة فيه، كما أنه في الزمن الذي اندلعت فيه الحرب كانت كوريا منقسمة إلى دولتين مسبقا. من أجل فهم الصورة الشاملة، يجب علينا أن لا ننظر فقط إلى الحرب الكورية، بل ننظر إلى أقدم وأبعد من ذلك. كان لانقسام شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين منفصلتين علاقة كبيرة بالحرب الباردة. وما يثير الاهتمام كثيرا حيال الحرب الباردة هو أنها لم تكن حربا بالمفهوم التقليدي، حيث كانت حرب حروب بشكل أدق. فقد كانت تجري حيثياتها بشكل أساسي بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. وبشكل أوسع وأدق، كانت عبارة عن حرب أيديولوجية بين الرأسمالية في الغرب والشيوعية في الشرق. لم ينخرط الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في الواقع في حرب مباشرة بين بعضهما البعض، غير أنهما تورطا بشكل غير مباشر في حروب بالوصاية. من أمثلة هذه الحروب غير المباشرة نجد حرب الفيتنام، حيث كانت الولايات المتحدة التي دعمت جنوب فيتنام الرأسمالي في حرب مع الشمال الفيتنامي الشيوعي، الذي لقي بدوره دعما من الاتحاد السوفيتي والذي زوده بالدبابات والأسلحة والعتاد والطائرات، إلى جانب مليارات الدولارات على شكل تمويل. مثال آخر عن الحروب بالوصاية بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي في الحرب الباردة هي حرب أفغانستان، التي قاتل فيها الاتحاد السوفيتي إلى جانب الحكومة الأفغانية الشيوعية، بينما مولت الولايات المتحدة الأمريكية المجاهدين من السعودية بشكل أساسي بغلاف مالي وصل إلى غاية 3 مليارات دولار من أجل محاربة الحكومة الأفغانية، وهو ما نجم عنه حرب أهلية دامية في أفغانستان. بالعودة إلى كوريا، أو بشكل أدق الكوريتين، نجد أن الحرب الكورية كانت هي الأخرى عبارة عن حرب بالوصاية وجزءا من الحرب الباردة بين العسكرين الشرقي والغربي، غير أن انقسام الكوريتين كان قد وقع حتى قبل اندلاع الحرب الباردة، حيث انقسمت البلاد بشكل فعلي بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية. لنعد قليلا إلى الماضي، إلى الحرب العالمية الثانية وما قبلها. بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، قامت اليابان بالتخلي عن الأراضي التي احتلتها بالقوة عند توقيعها لمعاهدة بوتسدام. من بين هذه الأراضي كانت تايوان وشبه الجزيرة الكورية. إلى جانب تايوان، كانت اليابان تبسط سيطرتها على شبه الجزيرة الكورية كلها، والتي ضمتها الإمبراطورية اليابانية إليها سنة 1910 من الإمبراطورية الكورية. وقد ظل اليابانيون يحكمون كوريا لمدة 35 سنة قبل استسلامهم وتسليمها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. غير أن الوضع في كوريا مختلف عن الوضع في تايوان، فقد كانت تايوان عبارة عن جزيرة لم تشكل إلا قسما ضئيلا من مساحة جمهورية الصين الشعبية، لذا كان وضعها يتعلق ببساطة بنقل سيادتها إلى الصين دون تعقيدات. لكن مع كوريا استحوذت اليابان على كامل أراضيها، لذا فقد مسحت الإمبراطورية الكورية تماما، مسحت من الخريطة. وعلى إثر ذلك، وبحكم صادر عن هيئة الأمم المتحدة، تم تقسيم كوريا بشكل مؤقت عند دائرة العرض رقم 38 في الشمال، فكانت السيطرة عن الجزء الشمالي لصالح الاتحاد السوفيتي، بينما من منحت الوصاية عن الجزء الجنوبي منها للولايات المتحدة الأمريكية مع نية توحيد البلد في المستقبل. من الجدير التنويه إلى أنه في هذه المرحلة كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي دولتين حليفتين. هذا على الرغم من أن الثقة لم تكن متبادلة بينهما، برمجت هيئة الأمم المتحدة لإقامة انتخابات في كلا الكوريتين، وكان من المقرر أن تكون هذه الانتخابات عادلة وديمقراطية.
فانتخب في الجنوب سينغمان ري زعيما للبلد، وتأسست على إثر ذلك الجمهورية الكورية التي استلمت زمام الأمور من الجيش الأمريكي. بينما في الشمال رفض الاتحاد السوفيتي تنظيم انتخابات حرة، وتأسس على إثر ذلك الحزب الشيوعي الذي وضع أسس الدولة الشيوعية في الشمال، مع تعيين كيم إيل سونغ زعيما لها، الذي هو في الواقع جد زعيمها الحالي كيم جونغ أون. بحلول سنة 1949 سحب الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية جميع قواتهما من شبه الجزيرة الكورية، بينما توجه السوفيات والصينيون إلى تسليح كوريا الشمالية بأسلحة ثقيلة وعتاد ومعدات متطورة. لم تكن الولايات المتحدة بهذا الكرم تجاه كوريا الجنوبية، حيث تركتها حتى بدون دبابات للوقوف في وجه الغزو المحتمل من الكوريين الشيوعيين القادمين من الشمال. وهو بالضبط ما حدث حيث اندلعت الحرب الكورية سنة 1950. تحت توجيهات من الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، عبرت القوات الكورية الشمالية عبرت دائرة العرض 38 نحو الجنوب واحتلت كوريا الجنوبية. لم يكن ستالين يتوقع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، بما أنها قامت مسبقا بسحب قوات جميع قواتها من المنطقة، ولم يسبق لها كذلك أن تدخلت في سيطرة الحزب الشيوعي على الصين الشعبية بعد الحرب الأهلية التي اندلعت فيها في السنة السابقة عفوا. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية فاجأت الاتحاد السوفيتي ودعت إلى إقامة جلسة طارئة لمجلس الأمن الذي صوت بالتدخل العسكري في كوريا. وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفيتي كان عضوا دائما في مجموعة الخمسة الكبار في مجلس الأمن وكان يتمتع بحق الفيتو، فإنه لم يكن حاضرا في تلك الجلسة بالذات، لأنه كان قد قاطع هيئة الأمم المتحدة في وقت سابق بسبب الصين الشعبية الشيوعية، التي على الرغم من أنها انتصرت في الحرب الأهلية، إلا أن جمهورية الصين في تايوان كانت ما تزال تحظى بمقعد دائم في هيئة الأمم المتحدة، وهو ما أغاض الصين وحليفها الاتحاد السوفيتي كثيرا لدرجة جعلته يقاطع جميع اجتماعاتها. لذا تدخلت الأمم المتحدة من أجل توفير الدعم والحماية لكوريا الجنوبية، هذا على الرغم من أن القوات الأمريكية شكلت السواد الأعظم من جيش الأمم المتحدة. كان في قيادة قوات حفظ السلام الجنرال الأمريكي ماكارثر، وعلى الرغم من أن ستالين وعد بتقديم المساعدة لكوريا الشمالية كلما تطلب الأمر ذلك، فإنه أصدر أوامر صارمة تقضي بعدم الاشتباك المباشر مع القوات الأمريكية، وذلك لأنه كان يعرف جيدا أن الدخول في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له تبعات كارثية ليس على البلدين فقط، بل على كامل شعوب الأرض. لأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في تلك الحقبة لم يكونا مجرد قوتين عظيمتين فقط، بل كانتا قوتين نوويتين، مما كان يعني أنه في حال حدوث حرب بينهما فإن اللجوء لاستخدام السلاح النووي سيكون محتوما، وهو ما قد يؤدي إلى انقراض الجنس البشري من على وجه الأرض. بحلول شهر سبتمبر سنة 1950 طوقت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية في نقطة ضيقة من جنوب شبه الجزيرة الكورية، وبدأ النصر على مرمى حجر بالنسبة للشمال الشيوعي. كان يتعين على كوريا الشمالية إرسال الإمدادات إلى قواتها في الجبهات الأمامية جنوبا، وهو ما أراد الجنرال ماكارثر استغلاله جيدا. لذا بدلا من الاشتباك المباشر مع القوات الكورية الشمالية في الجنوب، استعانت الولايات المتحدة بالقوات البحرية لمحاصرة الكوريين الشماليين، فسيطروا على العاصمة سيول وتمكنوا من قطع خط الإمدادات الخاصة بالقوات الكورية الشمالية. وفي غضون شهور قليلة تغيرت الأمور بشكل درامي، وبدأ واضحا أن كوريا الجنوبية هي من أصبح الآن على وشك الانتصار في الحرب، غير أنه في هذه المرحلة قررت الصين الشعبية التي لم تتدخل حتى الآن في المنطقة، قررت الزحف بجيشها عبر الحدود، ودفعت على إثر ذلك بقوات الأمم المتحدة جنوب دائرة العرض 38. انقلبت السيطرة على شبه الجزيرة لمدة من الزمن حول دائرة العرض 38، ومما يثير السخرية انتهى الأمر بطريقة مماثلة لما بدأ به. ففي سنة 1953 وقعت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار بينهما، وأنشأتا حدودا دولية فعلية بينهما. ومن الجدير التنويه إلى أن الهدنة ليست بمعاهدة السلام، لذا ما زال البلدين في حالة حرب ضد بعضهما البعض
إلى يومنا هذا من الناحية التقنية. بعد توقيع الاتفاق على وقف إطلاق النار، قام كلا الجانبين ببناء حواجز حدودية لمنع بعضهما البعض من عبورها. وهناك نشأت منطقة نزع سلاح عرضها 4 كيلومتر، وتمتد على طول الحدود بين البلدين، وهي على الرغم من أنها تحمل اسم المنطقة منزوعة السلاح، فإنها تعتبر أكثر المناطق تسليحا في العالم. في سنة 1991 أصبحت كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية دولتان عضوتان في هيئة الأمم المتحدة، هذا على الرغم من أن كل واحدة فيهما على حدة لا تعترف بالأخرى وتعتبر نفسها الحكومة الشرعية لكوريا كلها. أين يلتقي زعماء الكوريتين؟ المكان الوحيد الذي يجتمع فيه قادة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يقع على الحدود التي تفصل البلدين، ويدعى المنطقة الأمنية المشتركة The Giant Security Area، ويتضمن على غرفة تحتوي طاولة في وسطها موضوعة فوق خط الحدود مباشرة، بحيث يجلس كل قائد على جانب الطاولة الذي يتواجد في بلده. ومن هنا يجتمع القائدان في مكان واحد دون أن يغادر أي منهما أرض بلاده. اليوم اتسع الشرخ الذي يفصل الولايات الكوريتين، وأصبحت مواطن الاختلاف بينهما أكثر من مواطن التشابه. على الرغم من أن شعبيهما كان في يوم من الأيام شعبا واحدا، وعلى الرغم من أن جميعهم يتحدث اللغة الكورية وكلا الدولتين يحمل اسم كوريا في اسمه، فإنهما مختلفتان للغاية، حيث تتسم كوريا الجنوبية بأنها دولة رأسمالية تعتمد نظام السوق الحر والديمقراطية السياسية، بينما يمكن تلخيص كوريا الشمالية في أنها بلد شيوعي يتبع نظام الدكتاتورية الشمولية المتوارثة. لذا إن كنت تخطط لزيارة كوريا في يوم من الأيام، من الأفضل لك أن تختار الجنوبية منها.